الضياع هو تلك الحالة التي يشعر فيها الإنسان بالوحدة والحيرة في إيجاد المكان أو الطريق الصحيح، حيث اليوم سنتحدث عن قديس الضياع في وحوش تريفور هندرسون والوحش الأكثر اضطرابا نفسيا من بينهم، The Stranger أو العجيب، موضوع مقطعنا هذا اليوم. معكم أندر يا أساطير النهاية، لذا لا تنسوا اللايك والاشتراك ولنغوص في عالم النهاية. بطول يصل إلى 7 أقدام ونصف يتجول كائن غريب شاحب اللون في المحلات التجارية ليلا. هذا الوحش يشبه البشر إلى حد ما، مع عباءة سوداء طويلة تغطي كل جسده النحيل باستثناء رأسه الضخم الذي هو عبارة عن كتلة هائلة من الجلد المشوه بين اللون الوردي الشاحب واللون الحنطي. يتواجد على رأسه أذنان صغيرتين على الجوانب، وأما وسط رأسه يوجد عينين ضخمتين وكأنهما مرسومتين بالطلاء الأبيض والأسود. هذا الوحش يستهدف فئة معينة من الأشخاص، وهم الناس الذين يضيعون في مراكز التسوق والمحلات، وذلك لأنهم يحسون بالارتباك والغموض لاتجاههم نحو المجهول، حيث يقوم The Stranger بالمشي خلفهم، وهذا ما يزيد رعب الشخص الضائع، فلا يمكنه الصراخ والهرب، لذلك سيظل داخل دوامة يضعها له هذا الوحش، حيث يتشكل للبشري هالة سلبية، على الأرجح أنها تغذي ذلك الوحش، فهو ليس مضطرا لقتل البشر بالرغم من وحشيته. بالرغم من مكر وقدرات العجيب على تشويش عقول الناس وجعلهم يصابون بالهلع، إلا أن هذا الوحش بحد ذاته غير متزن عقليا، فعلى عكس الرجل ذي الوجه المقلوب الذي قدراته تسبب الهالات السلبية للحوادث ولا تؤثر عليه، فالعجيب يتأثر بهالته مثل البشر، فهو سريع الغضب والخوف والتعطل في الكلام، وتظهر جليا هذه التصرفات حين يخرج يديه النحيلتين ويمسك رأسه الضخم، ليظهر فمه العابس الكبير المصحوب بمجموعة من الأسنان الحادة والصغيرة الملتصقة باللثة المكشوفة. وحين يظهر هذا الفم يمكن معرفة أن رأس العجيب ليس إلا مجرد قناع وهمي يغطي الوجه المرتبك. لا أحد رأى وجه The Stranger الحقيقي، لكن يمكن التأكد أن رأسه عبارة عن قناع متصل مباشرة مع عقله، حيث أن العيون تتحرك بطريقة طبيعية. في حوادث ضياع الناس في الأسواق التجارية، فهذا المخلوق لا يستهدف الرجال والنساء البالغين إلا أحيانا، لكن معظم ضحاياه من الأطفال تحت سن 16، حيث يوهمهم في البداية بالثقة به بسبب عيونه الكبيرة والتي يرتاح لها الكثير من البشر، ومع اقترابهم ورؤية جلده يمزق تلقائيا وعيونه الزائفة وفمه المخيف، تستدير الضحية ببطء وهي تحاول التملص منه دون الهرب أو الصراخ، وهو يظل يلحقها. من وصف هذا الوحش يتضح سبب لقبه وهو قديس الضياع، حيث أن هذا المخلوق على الأرجح تشكل بسبب مجموعة من الأفكار التي تصل الناس عند ضياعهم وشعورهم بالغرابة، التعجب والارتباك والخوف والتشتت. وهذا ما جعل هذا المخلوق رغم قدراته فإنه لا يتحكم في نفسه وغير ثابت تماما وبشكل قريب إلى البشر، وذلك على الأرجح بسبب نوع من الشعوذة والسحر التي أقامت وجود هذا المخلوق المتداخل نفسيا. على الأرجح هذا الوحش هو كائن ذكي وضعيف جسديا، ولكن قوته في التأثير على الآخرين كفيلة بجعله يصبح الصياد في أي موقف يقع فيه. أرجو أن يعجبكم المقطع يا أساطير النهاية، وأعتذر بسبب قصر المقطع وذلك بسبب قلة المعلومات الموجودة حول The Stranger. أما كإجابة عن سؤال المقطع السابق فسيد الشياطين هو الشر القديم والد الزالجو وإخوته. أما سؤال مقطع هذا اليوم، من هو الوحش الذي كان عبارة عن شخص بشري ميت ثم عاد للحياة بشكل حشرة مرعبة؟ ننتظر إجاباتكم في التعليقات وأراكم في عالم النهاية.